عسلامة الناس الكل، مرحبا بكم في الاكزرسيس الثاني. دونك نمشيو كالعادة الفرونساي وي ونحلو لينونسي الثاني باش نلقاو مع بعضنا ان اكزرسيس شنو هو لينونسي نتاعو. عندنا ان انسومبل دو بوتيك وعندنا بوزيسيون دو ديبار، معناها عندك مجموعة نتاع حوانت وعندك بوزيسيون دو ديبار وعندك كل حانوت قداش ياخو لارجور، ويحب يعرف لي بوزيسيون تاع الديبي والفان تاع كل حانوت. دونك باش نفهموا مع بعضنا اكثر باكزامبل، ناخذوا الاكزامبل الاولاني. دونك قال لك 10 هي البوزيسيون دو ديبار، دونك نشوفوا لهنا اللي اول بوزيسيون هي 10. قال لك كل حانوت ياخذ 5 لارجور، معناها الاولاني كي يبدا في 10 يوفى في 15، والثاني كي يبدا في 15 يوفى في 20، والثالث كي يبدا في 20 يبدا يوفى في 25. وقال لك عندي 3 حوانت. دونك باش يكون الجواب باش يكون 10 15 20 25. كيف كيف نجمو نشوفو ليكزامبل الثاني لهنا. دونك عندي 12 بوزيسيون دو ديبار، 8 متر بلاصة كل حانوت قداش ياخو، وخمسة حوانت. دونك 12 مع 8 20، 20 مع 8 28، حتى لين يوفيو الأعداد. دونك كان لاحظنا لهنا اللي السورتي باش يكون النومبر نتاعهم أكثر بواحد من النومبر نتاع الحوانت. يعني كان عندي 3 حوانت عندي 4 بوزيسيون، كان عندي 5 حوانت عندي 6 بوزيسيون. دونك لهنا ما بقى الا نتعدي الكود كيف العاده. اول حاجه نعملوها هي لي ديكلاراسيون دي فاريابل اللي نستحقوهم. دونك باش نستحقو بوزيسيون ديبار بي دي باش نسميها، باش نستحقو ال اللي هي لارجور، وباش نستحقو ان اللي هي نومبر دو بوتيك. دونك نعملو نقراوهم من الكلافي ال ان، ومن بعد ما علينا كان باش نعملو بوكل فور على لو نومبر دو بوتيك بلس 1. دونك اي باش توصل للان خاطرها بدات من زيرو، اي بلس بلس. شنو باش نعملو؟ باش نعملو باش نخرجو بوزيسيون دو ديبار اللي هي من الاول باش تكون اول بوزيسيون تاع اول حانوت، ومن بعد ما نخرجوها باش نزيدولها لارجور باش نتعداو للفان تاعها والبوزيسيون تاع الحانوت الجديده. دونك نكونو كمان هكا البروغرام تاعنا، نهزوه كوبي كولي، نرجعو لهنا. دونك كوبي كولي ونعملو سوميتر لو بروغرام. نستناو شويه ينجم يبدا في الريبونس. رجع لي قال لي la réponse donnée par votre programme est incorrecte. انا رجعت له 10 15 20 25 وهو يستنى في هذوم. دونك تو سامبلومون لهنا لازم نزيدو الاند لاين نتاعنا، نسجلو كنترول اس ونعمل سوميتر لو بروغرام مره واحده اخرى. نستناو كالعادة شوية. اي اوب فيليسيتاسيون فوز افي ريزولو سو بروبليم. كان عندكم اي سؤال حطوه في الكومنتير ونتقابلو في الفيديو الجاي.